صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 93 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل جاء فيه المادة الأولى يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل برئاسة الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك الخليفة وعضوية كل من سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى ال خليفه الشيخ سلمان بن راشد بن محمد ال خليفه الدكتور خالد احمد حسن السيد فوزي عبد الله ناس السيد حيدر رافع الزعبي الدكتور بشار محمد بشار مصطفى السيد وتكون مده عضويتهم اربع سنوات قابله للتجديد لمدد مماثله